أن يعيش المواطن الجزائري عيشة لا يستطيع أن يحقق بها كرامته وليحقق بها كرامة أبنائه وبناته. وما هذا الوضع الاقتصادي الذي نعيشه الآن؟ ومع هذا الغلاء الفاحش لهذه المواد الضرورية، ولا نقول عن المواد عن الحاجيات أو المواد غير الضرورية، المواد الضرورية في غلاء فاحش. لذلك أيها الأخوة والأخوات، مسؤوليتنا كبيرة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام الشعب على إقصاء رجلين من رجال خدموا هذا البلد وقادوا أوقاتهم عفوا وجهدهم من أجل خدمة الوطن، من أجل خدمة البلاد. نذكر معنا السيد رئيس بلدية محمد أحجر الحالي، السيد بن عيسى بن رحمان عمر، هو موجود معنا تحية خاصة لهذا الرجل. هذا الرجل الذي اختاره شعبنا وإخواننا وأخواتنا محمد أحجر في سنة 2017 انتخابات السابقة، رغم التصوير الذي تعدى أكثر من 4000 صوت من أجل إقصاء قائمتنا ومن أجل إقصاء رجالنا محمد أحجر، إلا أن الشعب قال كلمته، إلا أن الله سبحانه وتعالى أراد النصر لقائمتنا، وكان النصر لقائمتنا والحمد لله رب العالمين. وقد قدم الكثير خلال هذه العهده المباركه، واهل محمد أحجر معنا وشاهدين على ذلك. مجرد انه اعلن عن ترشحه للانتخابات الحاليه الا ان والتف حوله الكثير من ابناء محمد أحجر ونساء محمد أحجر، والحمد لله رب العالمين. ثقة فيه وشكرا له على ما قدمه خدمة لبلد محمد أحجر. ولكن للأسف ظلما وزرا، ظلما وبهتان بغير وجه حق. الأخ نقي قائد مثل البيت مثل الثوب الأبيض، تحاك له التهم لا أسد له من الصحة. لو أقصوه بدون هذه الكون لكان أهون. قلت أقصوه يا سيدي راكم قصير خلاص، ما نشحب بينك وما نشعر واش الكلام هذا، لكن أن تحاك تهم باطلة لا أساس من صحة في حق رجل قدم الكثير لهذا الوطن، قدم كثير لبلدية تمام. تحية ثانية لهذا الرجل المبارك، والرجل الثاني كذلك من أن يلتحق بنا بحمد الله سبحانه وتعالى. أولا معك القاعة من إشعارك أستاذ